الموجة الثانية من الكورونا. ده حديث العالم دلوقتي كله، ورغم ان في عقار قدمه 2 من العلماء الألمان ونسب نجاحه حسب ما بنقرا في المواقع 90%، لكن لحد ما نوفر العقار ده بشكل واسع يا جماعة أبوس إيديكم، لازم نستمر في الإجراءات الوقائية والاحترازية. دول كتير في أوروبا رجعت لنفس أجواء سنة 2020 في بدايتها، لما المطارات قفلت وكان في منع تجوال وتقليل عدد العاملين في الهيئات وغيرها وغيرها وغيرها. كل ده في الوقت اللي احنا بسم الله ما شاء الله في شوارع مصر المحروسة كلها بنلاقي حالة من الإهمال الخيالية. الناس بتتعامل أكن الكورونا انتهت، خلصت، أو ما كانش في كورونا أساسا. أنا شخصيا لما بقول لحد البس الماسك، الماسك للمناخير والبق مش للدقن، ببقى الشريرة، ببقى بشوف نفسي ماسكة المقشة والقرون طالعة وبيبصوا لي على إني ساحرة شريرة. الدولة عن طريق وزارة الصحة ومؤسساتها يوميا بتأكد على ضرورة الإجراءات الاحترازية، والناس في وادي تاني خالص. يا إخواتي يا حبايبي يا أولادي يا أصحابي، لازم نفهم إن المشكلة لسه موجودة والموضوع مش دور برد وهيخلص. يا حبايبي شوفوا كل الناس اللي اتصابت بالفيروس ازاي عاشت تجربة صعبة ومريرة، والأصعب بقى لما انت تتصاب وتعدي أمك أبوك ابنك بنتك جوزك مراتك، إحساسك هيبقى إيه وقتها؟ هتحس بالذنب. صدقوني أرجوكم يا جماعة حافظوا على نفسكم علشان صحتكم وعلشان أكل عيشكم وعلشان الدولة ما تضطرش تقفل ونعمل حظر كامل، ساعتها هنقول رزقنا فلوسنا مش لاقيين ناكل. معانا على التليفون دكتورة إيمان الرئيس استشاري أسري وتربوي. أهلا بيكي يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا بيكي. تقولي لي إيه بقى عن كمية الإهمال المنتشرة في التعامل مع الفيروس؟ أنا شخصيا هتجنن. بعد شر عليكي، بس هقول لك على حاجة، إحنا كمجتمع مصري للأسف يعني بنحتاج أوقات الشدة في التعامل أو القوانين اللي تخلينا يعني نمشي عليها بحذر شديد جدا، لأن أوقات إحنا عندنا جزئية اسمها الاستهتار. للأسف بدل إطار الكورونا ما جاش لحد قريب في عائلتنا في أصحابنا، فإحنا ماشيين بأمان وثقة يعني غير مسبوقة بصراحة. فبالتالي خلينا أتفق معاكي إن أول حاجة وأهم حاجة التوعية. التوعية مهمة جدا، يعني لو هقول لحضرتك في المدارس التوعية، في الشغل التوعية. دكتور توعية إيه؟ أقول لك على حاجة ومش سر، أنا في الاستوديو هنا اللي ورا الكاميرا كلهم كارهيني عشان ملبسهم ماسكات. توعية إيه؟ الدولة بتوعي، إحنا بنوعي، الدكاترة بتوعي، البيوت بتوعي، والناس ودن من طين ودن من عجين، أكننا بنعاقبها لما نقولها البسي ماسك. طب خلينا اتفق مع حضرتك ان احنا بنعمل اللي علينا الاول، يعني احنا شخصيا في اطار الاسره نعمل كده، لكن ايه بقى الشعب وصل للاستهتار بسبب ترويج الاشاعات الكاذبه للاسف الشديد ان الكورونا دي خلاص مشيت، ان الكورونا دي مش بتموت، انها مرض عادي، ولكن بينسوا خالص الحالات اللي توفت الشباب الصغير والاطفال والسيدات والرجال، الحاجات دي مش موجودة في بالهم خالص، هم حاطين في دماغهم الناس اللي خفت والناس اللي جالهم وتعالجوا من غير ما يحسوا. فيعني انت عندك نوعيات كتيرة جدا من الناس، كل ما هتلاقي الثقافة ونسبة التوعية عالية في مجتمع، هتلاقي مثلا في مجتمع زي مجتمع مثقف شوية في الجامعة في المدرسة هتلاقيهم مهتمين جدا بالإجراءات الاحترازية. هتنزلي في المستويات اللي اقل من كده للاسف هم يقول لك ايه يعني ما تخافيش، احنا لو ربنا كاتب لنا هنموت هنموت لو ربنا كاتب، ولكن نسيوا جزئيه الدين التواكل. ربنا لا، ان هو المفروض ان في الدين لازم يحافظوا على صحتهم وصحه الاخرين، بدليل ان جه ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كان في وباء زي ده واتقال ما تخشوش القريه ولا تخشوا ولا تطلعوا منها،
فاحنا فعلا في فتره وباء احنا محتاجين توعيه. هو للاسف احنا يعني شعب زي ما بيقولوا كده شعب طيب جدا وعلى نياته وواخدين كل حاجه بالبركه وكل حاجه، للاسف مش يعني بيبقى محتاجين شويه شده وحزم. عشان كده الدول الاوروبيه لجأت حلوه جدا، ابتدت تطبق الغرامات. وطبعا ممكن ناس كتير تزعم الكلمه دي بس فعلا حقيقي، لان برضو في الدول الاوروبيه اللي احنا بنقول عليها متقدمه للاسف برضو عندهم جزء كبير من الاستهتار، فابتدت تطبق الغرامات لاي حد مش لابس كمامه غرامه ماليه. فبالتالي احنا محتاجين ان يبقى عندنا توعيه، توعيه في كل مجال بقى. يعني حضرتك مثلا انت قلت في الاستوديو اللي موجوده فيه، انا في اطار شغلي اللي موجوده فيه، محتاجين ان احنا نوعي بعض اكتر ونهتم. للاسف لان احنا ما بقيناش نخاف على صحتنا زي الاول، ما بقيناش نهتم بصحتنا زي الاول، حتى مش خايفين على اهالينا. يعني بشوف اولاد كتير شباب اقول لهم طب خاف على مامتك وباباك وانت طالع لهم، يعني انت لو مش خايف على نفسك عشان مناعتك خاف عليهم هم. فيعني احنا محتاجين فعلا توعيه ودور الاعلام. وانا مبسوطه جدا جدا حضرتك بجد بتتكلم في الموضوع ده، لان انا حتى بدات اشوف، ويمكن انا خدت بالي كمان النهارده مفيش حد خالص لابس كمامات للاسف الشديد في الجامعه. يعني حتى الطلبه في الجامعه اقول لك نسبه 10 20% بالكتير لابسين الكمامه. يعني الجامعه دي على فكره من حقها رئيس الجامعه او المدير المسؤول عن اي كليه يمنع الباب اللي مش داخل بكمامه ما يدخلش، من حقه يعمل قانون ده او لائحه داخليه على الاقل. طب خليها كمان في المواصلات، انت حضرتك لو شفتي المواصلات هتلاقي برضو مفيش للاسف الشديد اي كمامات اي تباعد أي مع كمامات. ان دلوقتي بقى في الكمامات القماش اللي بتتغسل اكتر من مره، اذا هي كمان مش مكلفه عشان حجه الكمامات غاليه. طيب بمناسبه التوعيه عشان وقتنا، عايزين نصايح سريعه للتعامل مع الفيروس علشان ناكد عليها للمره المليار ونفكر الناس بيها دكتور. تمام. طب خلينا نتفق الاول خالص ان احنا لازم نرفع المناعه عندنا، والصحه النفسيه مهمه جدا جدا، المناعه اللي عندنا بالاكل الصحي والنظافه الشخصيه والمسافه البعد بيننا وبين الاخرين. مهم جدا نلبس الكمامه، مهم جدا ان احنا نخاف على اللي حوالينا قبل نفسنا، مهم جدا ان احنا نراعي ربنا في كل خطوه من خطواتنا. الفيروس لسه موجود، لسه موجود ولسه للاسف ناس كتيره بتموت منه، بس احنا للاسف ما عندناش توعيه في الجزئيه دي. احنا نبتدي بنفسنا وبعد كده نحاول نعمل احنا كتوعيه للاخرين، وربنا يا رب يحمينا ويحمي بلدنا ان شاء الله. يا رب. شكرا دكتوره ايمان الرئيس استشاري اسري وتربوي. صدقوني أنا شخصيا مش خايفة من الموت، تعددت الأسباب والموت واحد، لكن أنا خايفة من المرحلة بتاعت ما قبل الموت. يا جماعة يعني عبر الشاشات سمعنا صوت حبيبتي الحمد لله ربنا عافاها وشفاها نشوى مصطفى بتتكلم في إحدى البرامج، تصعب عليك الفنانة الكبيرة رحمة الله عليها رجاء الجداوي بتتكلم، كلنا في محيطنا ناس جالها ده وسمعنا اصواتهم، شفنا النفس مش عارفين ياخدوه، نسب الاكسجين بتنزل ل 30% حد الموت، المها مريعه. فربنا يكفيك ويكفينا شر الالم والاجراءات الاحترازيه من فضلكم، الكمامه الكمامه الكمامه، غسيل الايدين، ارجوكم بلاش بوس واحضان. انا اي حد من المعجبين اي حد محدش يزعل مني لما ببقى لابسه الكمامه وحد يجي يقول لي ممكن نصور معاكي اقول له معلش بالكمامه، محدش يزعل، انت مش خايف على نفسك، انا خايف على نفسي وخايف على اهل بيتي.